بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين مع الحلقة السابعة من حلقات أحكام الصيام، ومعي في ضيافتي اليوم الصديق العزيز الأستاذ سيد الشحات، عنده بعض التساؤلات على الأمور التي هل يجوز فعلها في رمضان ولا لا يجوز، فليتفضل مشكورا بطرح ما عنده. تفضل استاذ سيد. سعدت بلقاء حضرتك في استوديونا. الله يكرمك الشرف. شيخنا العظيم. الامور اللي تستشكل على الصائم منها ان يصبح الصائم جنب، هل يؤثر على صيامه او لا؟ اما اذا اصبح الانسان المسلم جنبا من جماع مع زوجته في ليل ثم نام وطلع عليه نهار رمضان فلا باس في ذلك، لحديث السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ويتم صيامه، فالامر لا باس به والله تعالى اعلى واعلم. الامر الثاني تقبيل الزوجه ومباشرتها. تقبيل الزوجة ومباشرتها في نهار رمضان هذه من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، والنصوص التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبيح ذلك، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم في نهار رمضان، وورد في نفس الحديث أنها كانت تقول وكان أملككم لإربه، أي أكثركم تحكما في نفسي، ولذلك الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر، فبعضهم قال لا يجوز للصائم أن يقبل إلا إذا كان عنده تحكما في نفسه وشهواته، لأنه لو تجاوز الأمر إلى ما بعد التقبيل فيبطل الصيام ويكون عليه الكفارة كما ذكرنا في الحلقات السابقة، وهذا الأمر ينظر فيه لحال المستفتي، فإن كان شابا تملكه الشهوة فالأولى ترك ذلك، وإن كان يستطيع التحكم في نفسه فالأمر لا بأس به، حيث أنه أتت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة بفعل ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثالث الاغتسال والصب على الرأس. الاغتسال في نهار رمضان أمر مباح ولو كان بنية التبرد، لا سيما في أشهر التي ترتفع فيها درجة الحرارة، وأيضا في البلدان التي ترتفع فيها درجة الحرارة فالأمر لا بأس به والله أعلم. الأمر الثالث تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجو. إذا لم يصل تذوق الطعام إلى الجو فالأمر يجوز، والأولى تركه حتى لا يعرض الإنسان نفسه إلى ضياع صيامه، لكن الأمر لا بأس به جائز إن شاء الله تعالى إن أمن نزول الطعام إلى البلعوم. المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق في غير المبالغة أمر جائز، أما في رمضان هناك نهي كراهة عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان والله تعالى أعلى وأعلم. الحجامة والتبرع بالدم. نعم، الحجامة مما اختلف فيه أيضا، فقد ورد حديثان ظاهرهما التعارض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في نهار رمضان، والقول الراجح في هذه المسألة جواز ذلك إن أمن الإنسان على نفسه وألا يعني يتعرض لضعف وبالتالي يفطر، فإذا أمن الإنسان على نفسه عدم الفطر جاز ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. الاكتحال والحقن والقطرة وشم الطيب. هذه من المسائل التي تكثر فيها الأسئلة. الكحل لا بأس به، القطرة سواء قطرة العين أو قطرة الأنف ما لم تصل إلى الحلقوم أو البخاخ، كل هذه من الأمور التي أفتى العلماء بجواز استعمالها في نهار رمضان عند الضرورة، وإن لم تكن هناك ضرورة فالأولى تأخرها إلى الليل. جميع أنواع الحقن أو الإبر ليست من المفطرات، إلا الإبر المغذية فقط هي من المفطرات. أضف إلى ذلك أن عمليات المنظار الذي يدخل من الفم إذا وصل إلى المعدة أصبح المسلم مفطرا، أما إذا لم يصل إلى المعدة فالأمر لا بأس به والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. طيب. الطيب كذلك. نعم، الطيب بجميع أنواعه لا بأس به، أما البخور الذي له ريحة قوية وشديدة إن تعمد الإنسان أن يشمه وتعمق في ذلك وهو يعلم أن الأمر فيه منع فهذا يصبح مفطرا،
أما الطب بجميع أنواعه فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. المواد الكيماوية اللي بتعرض لها زي مثلا الكحول اللي هو السبيرت والحاجات دي، بعض العمال الحاجات دي لا، ليست من المفترات، والله تعالى أعلى وأعلم. والكحل كذلك ليس من المفترات. وأضف إلى ذلك المكياج ومرطب الشفاه وما إلى غير ذلك، فليس أيضا من المفترات والله أعلم. السواك ومعجون الأسنان، السواك من الأمور المباحة، وقد يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل صلاة، وفي رواية أخرى عند كل وضوء. فالسواك والمعجون فيما معناه إن أمن على نفسه ألا يصل المعجون إلى البلعوم فالأمر لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم. ابتلاع النخامة، ابتلاع النخامة والتي نسميها نحن البلغم فلا بأس بها، والأولى تركها لما فيها من الضرر، الأولى والله تعالى أعلى وأعلم أن تدفل إلى الخارج، أما إذا اضطر إلى بلعها فليست من المفطرات. نعم. ابتلاع ما لا يحترز منه، ابتلاع ما لا يحترز منه مثل بقايا الطعام فهذا الأمر لا بأس به، أما إذا كان الريق ومعه دم فهذا الأمر لا يجوز، لأن الدم محرم وعند بعض أهل العلم نجس وهم الحنابلة، فلذلك الأولى أن يمج الإنسان ريقه إذا كان مخلوطا بدم للمنع عن ذلك حتى يخرج من هذا الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب والجماع ناسيا، أما الأكل والشرب والجماع إن كان متعمدا فتكلمنا في هذا الأمر وهو من المفطرات بلا خلاف، أما إن كان ناسيا فقد ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما إذا جمع الإنسان الرجل زوجته ناسيا وجاهلا أنه في نهار رمضان فلا بأس وليتم صومه وليس عليه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. القيء الغير متعمد لا ليس فيه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء أي دفعه القيء فليس عليه شيء، أما إذا تعمد القيء فقد بطل صيامه هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكري موصول لأخي وصديقي العزيز الأستاذ سيد، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.